بخير. بنتأكد من السيارة من الأغراض اللي فيها، لا يكون فيها أغراض بنا ولا شيء، لأن الديرة عليها تثمين وما نبي شيء جديد في الديرة. ما يحتاج أبني شيء، بيت أبوي هنا اللي ذا هدو. من الأخ اللي معك؟ زوجي وأخته. تبي إثباتهم بعد؟ لا ما بي، بس بتأكد من السيارة من الأغراض اللي موجودة. اتفضل. يلا عالية. إيش تحريم الكاشفات؟ كاشفات؟ وينهم؟ عرفتهم؟ لا وش يعرفني منهم؟ جاي جاي. بس اطلع اطلع. هذا البيت وصلنا. يلا خالد تعال. ها راوي، باقي كمان درج؟ لا لا خلاص هذا البيت. هذه راوي بنت غنام؟ شلي رجعها؟ امشي. منصور شلي الباب هذا بس انتبه. لا واضح في لخبطة في التكوين البيئي هنا. قبل شويتين شايفين الرجال شكله عايش في الغابة، والطير شكله عايش في البيت.